بسم الله، دلوقتي أنا شغال في برنامج رينو. ممكن أختار أي شكل أنا عايزه. أقول مثلا عايز أرسم بول لاين، أو عايز أرسم كنترول بوين، أو ريكتانجل. بلاقي هنا سهم صغير ده بيقول لي إن أنت ممكن ترسمه بأكتر من طريقة. تمام، يعني ممكن ترسمه مثلا إن أنت تقول له من البيد بوينت أختار ميد بوينت وأبدأ أسحب، يبقى أنا كده برسم البول لاين بتاعي. أو ممكن أرسمه عن طريق مثلا مركز دايرة أو كل الأشكال ديت، بيديني ان انا ارسم بيها. دلوقتي لو دوست رايت كليك، اللي بيحصل بيكرر لي اخر امر اشتغلت عليه. كده انا هديله ميد بوينت وابدا اختار كده. تمام، طيب لو دوست الترول في النص، البكره في النص، بيديني شويه اختيارات. يقول مثلا لوك اوبجكت، يعني ممكن اكون انا معلم مثلا على اي عنصر، اقول له ايه اقفل العنصر دوت. ممكن اقول له اعمل لي سيف، ممكن اقول له اعمل لي زوم اكستند، يعني اعمل لي زوم على كل العناصر الموجوده بالشكل دوت. لو بدي شوية أوامر كده بتسهل على الشغل، شدد فيو بورد، دي شوية اختصارات بتسهل عليا الشغل. ممكن أنا أسيف الفيو دوت، إن أنا هدوس على السهم الصغير دوت وأقول له سيت فيو. دي الفيوهات اللي أنا بختارها، بلان، توب، بوتوم. ممكن أقول له نيمد فيوز وأبدأ أسيف أي فيو أنا موجود فيه. تمام، يبقى عندي كذا فيو انا شغال عليهم. لو يعني شغل كتير ممكن احتفظ بكذا فيو، بحيث لما احب ارجع ليه اقدر ارجع ليه.